السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من البرنامج آخر ثمن. البائعين ديالنا واجدين، المشترين كيسينوهم في قاعة البيع، والخبير ديالنا حتى هو واجد. بقاو معنا. كل حلقة بائعين مختلفين غتكتشفوا معاهم أندر القطع وقصصها. اهلا وسهلا ومرحبا، جيتي وجبتي تحفه وقطعه نادره جدا الا وهي اله التصوير. فهما فيهم بالفعل ذهب 23 كاره، كيتسمى هاتف العمده. كل الاشياء الثمينه والغاليه بقيمتها الماديه والمعنويه غتكتشفوا الحكايه ديالها. شنو هي قصتك معها؟ زاد عندي وليه وهداها ليا، قضيتها من عنده ودابا شي 4 سنين تقريبا وهي عندي. تواتينا انا وياك. غادي تقدموا القطاع ديالكم قدام 4 المشترين اللي كل واحد فيهم كيتنافس لشراء القطاع باخر ثمن. اش بالك اسيدي؟ بداية الحلقة اليوم غادي تكون مع أستي محمد من مدينة وجدة اللي قرر المشاركة في البرنامج بمريشات ديال الفضة. أهلا وسهلا سيدي محمد العمراني من مدينة وجدة. مرحبا بك، الله يحفظك. الشرا لاباس عليك. لاباس، الله يحفظك. كل شيء بخير الحمد لله. مزيان الحمد لله نشكره. مرحبا بناس وجدة. الله يحفظك الخير ان شاء الله. انت وجدي حقيقي؟ حقيقي. الله يا ودي. زيد ومخلوق في مدينة وجدة. اي مرحبا. شنو هو المجال الاشتغال ديالك سي محمد؟ كندير استاذ فاكاتير ديال التكوين المهني في المجال ديال البلومبي سانيتير. تبارك الله عليك، صناعه ياك. صناعه حرفه اليد. تبارك الله عليك. جبتي لنا هذا المرشه، هذا شنو نقصتك مع هذا المرشه؟ المزهر ياك، المزهر والمورد. وبالنسبه هاد القصه ديالي مع هاد المرشه، حدثت لي الوالده ديالي في العيد الزفاف ديالي. ايه، ولكن دجا كانت هي دجا حدثت لها الوالده ديالها، يعني كما نقولوا الجده. الجدة عطاتها الوالدة ديالك واللي هداتها لك في الزواج ديالك. أيه. ياك مزيان، وكنتي هتعمرها بشي وجد المزهر. واه ايوا واه، جبتي لنا خاوية. واه واه. ايوا ما صابنيش هادي جبتي. مرحبا. إذا هذه بحال قلتي توردتيها من جدة الأم. من جدة الأم، مرحبا. جبتيها باش تعرف القيمة ديالها. القيمة ديالها إن شاء الله، وإلا كتب الله إن شاء الله نديروا فيها على التجاره كما نقولوا حنايا. مرحبا الله. مرحبا سيدي محمد العمراني. سي عبد الجبار، شنو بالك في هذه التحفه هذه المغربيه الاصيله المرشه ديال المزهر؟ نعم لاله، فالتحفه هي جميله، يعني الصنع ديال فاس دقيق. نعم، فكنشوفوا الصانع ديال فاس تيصنع الصينيه وتصنع البراد وكذلك مجموعه من الاواني المعدنيه، فهاد الثنائي ديال المرشات هي جميلة جدا. ولكن أنا تفحصت عن قرب هذا القطاع، هذا القطاع بجوج وكذلك القاعدة ديالهم اللي موضوعين عليها، وجدت بأنه هي مصنوعة من برونز أو من النحاس أو برونز، يعني خصوصا هذا الأجزاء السميكة ديال المرشة هي مصنوعة من البرونز ومفضل، ولكن في عليها هاد الصفوريه. نعم. عندها هنايا. نعم نعم، حتى من الداخل فتحت المرشه لقيتها بانها نحاس سميك او برونز، يعني السمك ديالو تيولي عريض تيصبح شبيه بالبرونز او برونز احيانا، حيت تيكون اكثر سمك. فهي مصنوعه قلت من النحاس السميك ومرشوشة بالفضة. نعم، بالفضة ديال مدينة فاس، هذا صنع خالص ديال مدينة فاس، ديال الصناع التقليديين ديال سنوات الستينات السبعينات. نعم، كانوا تيديروا هاد السنيات هادي، كانوا تيصنعوا بحال هاد المرشات. الاستعمال ديالها كتستعمل في الحفلات الدينية في المغرب، عندنا حنايا في الحفلات الدينيه وكذلك بالأفراح. في الافراح مثل الزفاف، مثل الحناء، حفل الحناء. نعم، وكذلك العقيقه وغير ذلك من الحفلات
اللي كتميز لبلادنا. عمرك عطيتيها لشي حد شافها ولا اول مره كتجي؟ اول مره نشوف البرنامج وبغيت نتقدم للبرنامج ونشكركم على الاستضافه اللي درتو لنا. الله يحفظك. وبغينا نعرفوا من جنسياتكم وشنو هذا الشيء اللي كاين. انا بغيت نعرف بحالك بحالك سيدي عبد الجبار شنو هو الثمن التقديري لهذا؟ الثمن التقديري للساميه هو 500 درهم. كانت تستحق اكثر لو كانت من فضه فيكون القيمه ديالها اكثر. يعني من فضه؟ من فضه خالصه. خالصه كلها يعني من فضه خالصه، ولكن مع الاسف انني لقيت النحاس بكثره ومفضض فوضعت لها 500 درهم. واخا سي محمد، كيف جاك هذا الثمن اللي اقترح عليك؟ بالنسبه للخبير غادي يكون ادرى بالمقال ديالي. انا بالنسبه ليا ما كانش مشكل، بالنسبه احنا ما عندناش مشكل نشوفوا له. ما كاين غرام ديال المشكل. هو اصلا انت بعدا جيتي زرتينا، هذه هي كلشي ياك. الله يحفظك. شكرا الله يحفظك. ولكن شو حنا هو قال الثمن ديالو نتاع تمشي عند المشترين وان شاء الله يعطيوك ثمن. نتمنى لك حظ سعيد ان شاء الله. شكرا. ها هو الباس ديالك وتفضل سي محمد. شكرا شكرا شكرا. دابا هذا التواجد طبعات لي بحال هنايا صناعه مغربيه ياك؟ ودايرين فضه حره. نعم. ولكن داكشي كان داك الوقت تيديروا داك هذيك راه ماشي 4.1، هذيك فاس. هذيك فاس واحد فاس. نقطه فاس. ها هي هذيك فاس. نعم. واخا ولكن يعني ما كايناش الفضه مغلفه ديال بصح. نعم. كاينه يمكن غير ورقه فضه. كنقولوا مفضده. نعم فضه. مفضده كانوا كيستعملوا، او اما كتكون مفضده او من معدن خالص يشبه الفضه. وعلاش كيكتبوا فضه حره؟ هما في ذاك الوقت كانت واحد تسمى دار الفضه، وهي كتصنع يعني الصينيات وكتصنع البرارد وغير ذلك، وكيوضعوا فضه لانها شبيهه بالفضه، ولكن هي معدن خالص بجوده عاليه. دابا مجال الصناع انا قلت فاش يصنعوا الصينيه كاين انواع ديال المعادن وكاين انواع ديال السمك ديال الصفحات، ولكن كاينه بصح فضه 100%. كاينه والاغلبيه كانت تجي من الانجليز، كانت ديال ريشا وايت. نعم ماشي من المغرب. وكانوا تيستعملوها ولكن شويه، وصعيب بتوجدي قطعه كامله من الفضه خالصه، لانها صعيب باش تخدم باش يخدمها الصانع. تيجيها شويه ديال المعدن باش تكون مليابل. باش تكون مليابل. نعم واخا. شكرا استاذي. نعم. هاد التحفه ديال انني جبت واحد المرشه باش نعرف القيمه ديالها والثمن ديالها ان شاء الله. عطاني الخبير ديجا واحد 500 درهم، وبالنسبه ما بهاش ان شاء الله نشوفوا كيفاش يزيدوا شويه الثمن ان شاء الله الا كتب الله ان شاء الله. كل التوفيق في قاعه البيع سي محمد امام المشترين اللي غيستقبلوك من بعد ما نتعرفوا على سي محمد من مدينه الدار البيضاء، واللي غيشارك معنا بآلة تصوير من طراز قديم. اهلا سي محمد مقاده من مدينه الدار البيضاء، مرحبا بك معنا. تفضل. الله يوفقك. طول عمرك. بارك الله فيك. كي داير لاباس؟ الله يعطيك الخير. بارك الله فيك. كلشي بخير صحيح لاباس؟ الله يطول عمرك. بارك الله فيك. مرحبا بك معنا في البرنامج. مرحبا بك الخير وان شاء الله. كتفرج فينا؟ اي معجب ومتتبع. متتبع. واش انت مصحاب الولاء؟ عندك الولاء بهذا الشيء؟ كتجمع الحاجات ديما؟ غير كيعجبوني هاد المسائل الاثريه وكنرتاح لها. ياك. نعم. وشنو هو مجال الاشتغال ديالك اسمحلي؟ انا متقاعد. متشرفين. متقاعد. كنت في التكوين المهني. نعم. مرحبا بك معنا سي محمد. جبتي هاد آلة التصوير هادي. نعم. نقولوا لها الماكينه ديال التصوير ولا آلة التصوير ياك. شنو هي قصتك معاها؟ قصتها كان خلاها لي الاب ديالي. كان كيجيبها من برا، كان كيشتغل في الخارج وجابها وكيصور بها وخلاها لي. وانا ما بقيتش كنستعملها، خليتها غير ذكرى. هو اللي شراها؟ هو شابها من تمايا. واش عهداوها ليه ولا شراها؟ ما عنديش بالتاريخ. وبحثتي عليها شويه انت ووليداتك ولا والو؟ شويه ماشي بزاف، ما لقيتش عليها شي معلومات. شي معلومات زينه. يعني هنا كيدخل الفيلم ياك؟ اللي عرفت بان الصنع ديالها هي في المانيا بين 1935 و37. سي عبد الجبار مرحبا مرة أخرى معنا في البرنامج. الله يبارك فيك لاله سامية. شنو يمكن لك تقول لنا على هاد آلة التصوير ولا مارك ولا الماركة اللي هي كونتاكس؟ فهاد آلة التصوير هي من صنع ياباني، فصنعت في اليابان وكانت يعني معروفة بكونتاكس. هي معروفة دائما بهاد لامارك ديالها كونتاكس. ظهر هذا الشكل هذا سنة 1951 بالضبط. ظهر في سنة 1950
ومن بعد بقاو ينجو وبداو تيجيدو حدا بونتاكس تيجيدو لا ارجنتيك. يعني ارجنتيك يعني ما هو فضي ارجنتيك. وعلاش سموها ارجون بونتاكس ارجنتيك؟ يعني نفس الماركه غير تيدوها ارجنتيك لانه في داك لا بيليكول ديالها داك لا بيليكول ديالها كاينه واحد تيستعملوا الملح واحد الملح دي كريستو دي كريستو دارجون بحال دي اون بودر اون ارجون. نعم. اللي كتسهل التقاط الصور يعني وكتفاعل مع الضوء. و يعني المكونات ديالها فهي كاين عندها عندها اوبجيكتيف واحد وكذلك داك المكان ديال لا بيليكول وداك لو سيستيم دو ريغلاج ديال ديال الديافراغم ديال الديافراغم. استمرت هذه الشركه هاد ديال بونتاكس اليابانيه كتصنع حتى جات سنه 1990 جات لاباراي الكترونيك داك النوميريك لاباراي نوميريك جات سنه 1990 وصبحت هذه بالنسبه لي لها كلاسيكيه لانه كانت عندها هذه لا بيليكول بحال الخزان ديال التصاور. فلاباراي الكترونيك ديال لاباراي الكترونيك جات و يعني حيت صنعت سنه 1000 يعني حيت بدات تستعمل سنه 1990 فهي حدات الثورة في الفن ديال الفوتوغرافية. نعم نعم. حدات الثورة يعني داروا واحد لوك ان كابتور واحد لو كابتور هذاك المستشعر ديال المستشعر اللي يقبض الضوء. يلتقط. يلتقط الضوء، نعم يلتقط الضوء. فهذيك النوميريك يعني أصبحت هذه بالنسبة لي لها كلاسيكيه. كلاسيكيه. نعم. وهذا يمكن كان شي زر هنا شي بوطون. نعم. اللي كيتعلى ياك باش كيفتح. نعم. هاد بلاصه البيليكول. نعم هنا كتحل نورمالمون كتحل هنا وكت هكا وكتبدا ولكن كتحل بهذا بهذا. نعم. الزر ما كاينش. نعم. هذا كان فيه. نعم. شتيها هو. نعم. تحل ولكن ما تحلتش هذا. نعم. مكان انت كتعرف تحل سي محمد؟ لا ما استعملتهاش. انا ما استعملتهاش من النهار اللي البلاصه هذه ملي كتحل نورمالمون. نعم. خصها تحل هذه ديالها. نعم. على العموم قولي دابا اصبحت هذه هي كلاسيكيه. كلاسيكيه بالنسبه لاباغي نوميريك لانه واش مازال كيتباعوا لي بيليكول ديال هذا الشيء؟ نعم يمكن. علاش اصبحت كلاسيكيه؟ لانه ما بقاش محتاج الفنان الفوتوغرافي لواحد الخزان واحد ان سوبور بور ستوكي لي زيماج. يعني هي انها كتخزن لاباغي نوميريك كتخزن اوتوماتيكمون لي زيماج. وهنا كانت هنايا ان ستوك لي زيماج دون لا دون لا بيليك. اين موديل هذا شمن سنه؟ ف يبدو انه في سنه 1986. نعم. نعم. واخا شنو هو الثمن اللي تقدر تقدر به هذه الاله التصوير؟ فهاد الاله التصوير انا بحكم انها ما خدمه ما كتشغلش فانا وضعت لها 800 درهم. 800 درهم يعني. نعم. دابا انت كتقول المعجبين بالنسبه للمعجبين الناس اللي كيتبعوا. نعم. اللي غادي يقدروا يهتموا يمكن. نعم يدي وضعها قطعه جميله في الكوليكسيون. 800 درهم هو. نعم. الثمن اللي اقترح عليك السي الخبير. شنو ظهر لك السي محمد؟ هو خبير. هو خبير غادي يكون احسن مني في الاثمنه. هو على العموم اعطى ثمن تقديري ولكن انت مازال امامك الامل والطموح انك تبيع يمكن باكثر في قاعات البيع. على الله المشترين يعطيوك ثمن اكثر ان شاء الله. تفضل اول. شكرا. الله يكبر لك. شكرا سي محمد الله يحفظك. باقا ما نجحت انني نحل. تحليتي باقي ميرسي ما تخدمش. دونك جيت هذا البرنامج لان كيعجبني وكنتفرج فيه ديما وجبت واحد الآلة ديال التصوير وجيت باش ندافع على الثمن ديالها والثمن اللي عطاني الخبير نقص شهوري كان غادي ندافع على الثمن ديال البيع ديالها ودابا غادي نلتحق بالقاعة ديال البيع إن شاء الله. كل التوفيق أمام المشترين اللي غيستقبلوا بداية سي محمد من مدينة وجدة واللي جاب مريشات ديال الفضة قضى الخبير ثمنهم ب 500 درهم. السلام عليكم. السلام عليكم. اهلا وسهلا. شنو الاسم ومن المدينه جيتي يا سيدي؟ الاسم ديالي محمد العمراني من مدينه وجده. مدينه وجده. اهلا وسهلا. ديارين كلشي بخير. كانت الطريق بعيده ولا قريبه؟ ايوا الحمد لله اللهم لك الحمد. ياك على السلامه. ياك مسافه باش تجي للبرنامج راه مسافه ولكن البرنامج يستاهل انك تضرب عليه الطريق. الله يكبر بك. مرحبا. وعاودنا هاد المريشات هادو ديال الجوج شنو القصه ديالهم؟ بالنسبه لهاد المريشه انايا ديجا تهدات لي في العيد ديال الزواج ديالي وبالنسبة للوالدة ديالي هي اللي عطاتهاني وديجا الوالدة ديالها هي اللي عطاتها المريشة العيد ديال الزواج ديالها.
مريشات. هادو المراش هادو اللي لونس بارفان يكون فيهم ما زهر كيما كتشوف ملي كيكونوا الضياف تيبداو يرشوا عليهم باش يعطيهم شويه ديال الزهر. واخا تيقول لك الزهر لو كان عنده الزهر ما يديروهاش في القرعه ويسدوا عليه. دوك هادو مريشات ديال الزهر وديال جوج زوينين. هما تتكون داره ديال الصواني ديال الزهر نورمالمون تتكون فيهم سته ولا كيكونوا تسعود ولا ثمانيه. وهادو ديال جوج زوينين هادو لحد الان زوين يكون عندك في الدار فوق الطبله ملي يجيو الضياف. كتحل فوالا من لهنايا كتعمر الزهر وكتدي على الزهر اللي ما عنده زهر. انا نشوف ولا لا في زياره الصناعه المغربيه عهد دايرين في الضاح حره فاس كوكوكم تحفظ على انهم يكونوا في الضاح حره بان لي فيهم شي حاجه من الفضه وفيهم المعدن. هاد لابارتي هادي شنو قال لك الخبير عليهم؟ الخبير قال لي فيهم واحد الشاد ديال لابارتي ديال النحاس فيهم بارتي ديال النحاس وفيهم بارتي ديال النقره وفيهم بارتي معدن مشلل ولكن زوينين. فين هي لابارتي ديال النقره؟ فين على اي زوينين لانهم كيداروا في الدار بلا اعياد بلا اعياد كيكون فيهم الزهر. فين بواسوني؟ فين؟ والنقره تاع الريط ماشي بواسوني ولكن نقرا جلي تيستي هذا نقرا تيستي هو لاكي هو كومون تو لي زاتي ماشي نقرا اجي تشوف والله جو ماس لاكي هو صغار وزوينين وجوج فيه مخلط ماشي 925 ماشي دو الرقم ديالهم 4.1 هكا الحال ترافاي فون 4.1 ديالاش ديال النقره يعني مش اللي عند النقره يكون حيت هما ماشي نقره معدن ونحاس. على اي نسيت جاي من وجده وجيب هاد بياسات زوينين مريشات. غير باش نوضحوا الامور باش من ما يسحابكش راه نقرا كامل ومشيو نعطيو شي ثمن وعلى اساس راهم نقرا هما راه ماشي نقرا يعني راه على اساس انهم معدن وغير مشلين بالنقرا. اصلا هما ما يمكن لهمش يكونوا كلهم نقرا. يعني الا كانوا كلهم نقرا يكونوا ثقال. ثقال بزاف. غادي يكونوا ثقال. فيهم شي بركه ديال النقره ولا اي زوينين. بداو لي زونشيغ؟ 400 درهم انا بدا لي زونشيغ. 500 درهم. خمسين. 100. 100. 900 درهم. انك جيتي من وجده. 900 درهم. 150 ألف درهم 1050 ربتي عليا غادي عوجه شويه هذيك ما عندهاش الزهر 1500 جي تقول لي مبروك زيد شويه مسكاس تقدر تزيد شويه 1500 كنظن جوج مريشات سوم 750 درهم الوحده راه معقوله ونص ولكن السيبور حسبتي ايوا سون سيبور ما يمكنش يكون هما ايوا هذا 750 الوحده اذا خصك ثمن السيبور 1500 الحقيقة 1500 راه ثمن مناسب وكانوا هادو ذا لايت غادي يسواو 2500 حتى 3000 تفضل عندو لأن عطاك واحد الثمن معقول ما تزيدش شوية الثمن؟ لا لا نيت أنا نربح شوية إذا كاع كنت غنبيعهم ربما ما غنبيعهمش نديرهم في الدار مي يمكن واحد النهار نبيعهم تفضل الشريف الله يسخر شكرا دير مع السي زيزي اخر تاع سلام عليه الله يسخر شكرا مرحبا بكم في وجده شكرا سلام على الناس ديال وجده الله يحفظك شكرا الله يسخر الله يسخر سلم على الام سي او حسي ناصر الله يعطيك الصحه افيغ كونكتي عندك المولوديه ديال وجده دخلت للقاعة ديال البيع وتلاقيت مع دوك الناس اللي كيتزايدوا على الثمن ديال
ديك التحفه اللي جبتها. وبالنسبه لي انا كان عندي الثمن ديال الاكسبير تقريبا انه طايح على الناس اللي عطاوني، وبطبيعه الحال انني بعت من ناحيه لقيت الثمن ديال اللي بغيت انا. هذا هو اللي كاين. و كيما نقولوا حنايا بالنسبه لي شرف لي انني نحضر لهذا الشرف لي نحضر هذا البرنامج وشكرا. الصفقه الاولى في هذه الحلقه كانت ناجحه. نرجعوا الان عند سي محمد من مدينه الدار البيضاء واللي حضر بآلة تصوير من طراز قديم، ونشوفوا مروره امام المشترين. السلام عليكم. السلام عليكم مرحبا سيدي. الله يطول عمرك. الله يكبر لك. مقادة محمد مرحبا بك. منين مدينة جيتي؟ من الدار البيضاء. مرحبا. الله يطول عمرك. شنو مشيتنا معك؟ معايا الآلة ديال التصوير بونتاكس. اوكي، شنو العلاقة ديالك معها؟ شحال من عام وهي عندك؟ علاقة ديالي جابها الوالد، كان خدام في الخارج وجابها معاه، وبقات تتكرر. كنا كنخدموها ملي كانوا لي فيلم، وما بقاش لي فيلم صافي، وخلنا احتفظنا بها كذكرى. صافي قلتي نبيعها. نبيعها. نبدلوا السلعه بالفلوس. مرحبا بك. بارك الله فيك، الله يطول عمرك. كيف فاغ لوبجي؟ دابا هاد الالات التصوير بقى يستعملهم حتى واحد. علاش؟ ما بقاوش لي بيليكول، ما بقاوش لي ستوديو اللي كيديفلوبو هذيك لي بيليكول. لا كولور لا نواغي بلون. خبارك رجعوا السي سالم دي زاماتور دو لا فوتوغرافي اللي تيقلبوا على هاد لي كاميرا اونسيان ولي بيليكول ديالهم وتيصوروا بهم وتيديروا دو غروند اكسبوزيسيون غروندور افيك ديك لا ريزوليسيون وكيتباعوا باثمنه خياليه لي فوتو، ولكن خصها تكون خدامه بلي بيليكول ديالها. اما الا كانت ما خداماش كاع هذيك سان فو ريان دو تو. دابا ديفلوبي باسكو لي لابوغاتوار انفيرمي. لا ولا كدير راسك، ولا دابا لي موان دير كلشي لراسك، كتشري من لاشين، كتكوموندي لا طابل، تكوموندي الماء، تكوموندي لو لوميير روج. دابا سي اديب يبار دارتيست فوتوغراف على تهامي النظر. النظر اللي عنده هو الاستوديو كيخدم بالبابي ارجون وكيخدم بهاد لي زاباري. سي دو لا هذاك بحال هذاك تيقلب على هذا. وي مي اونكور فوتيل تخوفي لي بيليكول. سي سا. اللي ما بقاوش ما كاينينش في البيع والشراء. انا خديت غير واحد البولارويد. ما حماقيت، ما جيت قلبت فرنسا. كان شي واحد في ميرشيلتون كيبيعهم وما بقاش. قلبت في فرنسا، قلبت في المغرب، قلبت في الاسبان، ما لقيتش. بولارويد سبيسيال باسكو كدير لي فوتو انستونتاني. وهذيك لي فوتو ديال عاد لي تخي لي با تخي انسيان ان بو ريسونت وما لقيتهمش، يعني عساك دي بيليكول. على كل حال كنتمنى الشريف جيتي غير باش تشوفنا وتعرف علينا وداك الشيء. الله يكبر بك. لان هذه ما غاترفعكش هذه لاباغي هذه. ولات اتيريو. ما غاترفعكش. على كل حال غنبداو ب 200 درهم. 300 400 عندي. لا انا جو سي با انتيري. انا لاباغي ما غاتصلح لوالو، غاتعلقها. 450. شتي هي هاد الماركة مهمة، بانتاكس. بانتاكس. مزيانة في الماركة. كون جات في وقتها غادي تسوى 5000 درهم. ولكن اليوم ما كاينش اللي غادي يعطيها القيمة ديالها اللي ما تستعملش، غتحط. كانوا كيصوروا بها خصا ميكان الحمام. هذيك ديتها. التينات. وي باك هذه ما قديماش، فهمتي باقا هنا دخلت ديجيتال. في ان ايكخون ديجيتال هنايا. وهاد المانيفيل هذا اللي كاسي مي سي بون مارك بانتاكس جديدة ديال لي زاني 80 وي وي زاني 80 شونجي لي زوبتيك ولكن فوالا بانتاكس سي المون جو بانتاكس ياك سي لا مهمة هذه اللون سي المون بانتاكس بانتاكس من بول مارك. ها؟ لو واحد قيمة باش كنشريو ما يمكن ما تيقريش، أنا كنشريو ب 400 500 درهم، حيت كندير الكوليكسيون ديالهم، عندي يمكن شي 50 على التصوير. وزيد معاهم حتى هادي. فين وصلتوا؟ زيد دعمهم 550 450. 500 درهم اللي عطينا واش هادي لا صلاح بك بسم الله. اش قلتي يا شريف؟ شويه. ما بقى ما نزيد عليك.
بغيتي تخليها كذكرى الوالد جابها وداك الشيء يمكن من الاحسن. انت دابا ما بقاتش ايوا تفضل سالات المهمه ديالها اللي بغينا نقولوا تاع يلا نعطيك انا 600 تفضل 600 يلا تفضل عند لاله فوزية 600 ما تقبلهاش شويه ونزعم معكم انا عندي اخر ثمن 600 واحد بغى يزيد انا ما انتريسيش الصراحه باش من تكون واقعي تفضل عندها لاله فوزية لا جات على خاطرك ولا بغيتي ماشي ولا بغيتي تخليها راك حول هاك شكرا لك ثالث قطعة معنا اليوم جابها السي عزيز من المحمدية وهي عبارة عن لوحة فنية تشكيلية اهلا سي عزيز النية مرحبا بك معنا السلام عليكم كي دايره لاباس الحمد لله الله يحفظك بخير جيتي من مدينه المحمديه مدينه المحمديه هي. مرحبا بك الله يحفظك اختي لاباس وكي داير لاباس الحمد لله بخير اختي كتفرج في البرنامج في البرنامج من المتابعين ديالو مزيان يعني اي وقت مرحبا بك شنو هو مجال الاشتغال ديالك سي انا كندير الكوميرس ياك كتبيع وتشري فاش كلشي تبقات يعني مواد التغذيه مزيان تبارك الله عليك وعندك ولع انك تجمع هاد القطع النادره ولا لا بد حكم انا عندي حدايا جاري عنده كيبيع هادشي ديال الاثاث كيجيبهم من الديار الايطاليه وكنت خديت من عنده واحد الثلاجه ديال الكوميرس نيت باش خدمت بهم وشفت عنده الطابلو خديته حتى هو عنده دونك هذا خديتيه من عند جارك يعني كاين جار كيجيب كيجيب الاثاث من على برا لما عاود لي على الطابلو خداه من شي وطيل عاود الاصلاح ديالو واش عنده هذاك الماتريال ديالو كاملين كامل او جابهم مرحبا بك السي عزيز وانا شفت هذا الطابلو عجبني بحكم الغابه اللي فيه وهذاك الشيء وقلت لي انا ناخذ الطابلو عندك وقبل من هادشي وعندك الذوق لا عجبني الصراحه عندي الطابلو تقريبا فيه 10 سنين دابا هو عندي انا وخديتيه بشي ثمن مزيون ولا دار معايا شويه مزيان يعني دار معاك شي ثمن واش غادي نقول لك نتينا تاجر والله يجعل الغفله ما بين البايع والشاري ياك ونتمنى لك حظ سعيد معنا هاد النهار سي عزيز امين يا رب امين هذا لوحه فنيه ولا هذه لوحه فنيه جميله ديال ايميل جانتي ياك استاذ عبد الجبار ممكن تكلم لنا لانها سينيه ديجا نعم نعم لاله سميه فهذا الرسام ايميل جانتي كان عاش تعيش في المغرب نعم. عاش ما بين 1930 و 1960 بارك الله عليك ورسم مجموعه من اللوحات كانت المضامين ديالها اغلبيتها ديال المراه القرويه نعم شفت بانه كاين عنده مجموعتين اما انه تيرسم الموضوع ديال المراه القرويه في المغرب نعم أو ترسم بعض المشاهد الطبيعية بحال هذه مثلا فهذا اللوحة هي لوحة زيتية الموضوع ديالها هي سيتان بيزاج لاكوستر يعني واحد المشهد فيه البحيرة نعم والغزلان هادو لي زونتيلوب هادو ماشي الغزلان هادو دي زونتيلوب واحد النوع ديال الغزلان اللي كاي واحد النوع ديال الغزلان عنده القرون كبار شويه وكان دائما تيستعملهم حتى في لوحات اخرى هاد لي زونتيلوب دونك مجموعه تشبه الغزلان وفصيله الغزلان ولكن فصيلة شمال افريقيا هي واضحه هنا واش هاد الفصيله ديال الغزلان معروف كاينين في شمال افريقيا ولا غادي نعم كاينين يعني هذا منظر في المغرب نعم هذا ماشي منظر مغربي هذا الشيء بغيت نسولك مع قلتي لي كان مقيم في المغرب سحاب لي مقيم في المغرب ولكن اغلبيه اللوحات ديالو كان دار لوحات فرنسا دونك هذه ما غايكونش منظر مغربي البيزاج لاكوست يمكن في فرنسا لانه عاش من مورا 1960 عاش فرنسا مشى لفرنسا ولكن هما لي زونتيلوب اللي قلت لك فانت نوجدوهم بزاف ديال اللوحات ديالو مجموعه من اللوحات تيتكرر هذا الموضوع ديال لونتيلوب نعم لونتيلوب اللي تيشبه الغزلان عنده القرون الكبار بزاف
واخا. اذا نقول هذا سي جانتي افريقي الاصل، ولكن عاش في المغرب وكمل حياته من بعد فرنسا. نعم. دونك مشهور بالمراه القرويه، مشهور بالمناظر الطبيعيه، بعد المشاهد ديال الطبيعيه في الغابه، وكيتكرر عنده انا قلت بعض اللوحات ديالو هاد لي زونتيلوب هادو، واخا، وكذلك هاد المشهد ديال البحيره. يمكن نطلبوا منه واش عنده سيرتيفيكا ديال عندك شهاده؟ لا سيرتيفيكا لا ما عنديش. ما عندكش انت خديتي هكا؟ خديته من عنده. وفي الوراء اللوحه ما مكتوب حتى حاجه انت؟ لا ما في حتى حاجه، في غير سيناتور هي اللي كاينه. واخا، شنو يمكن الثمن التقديري لهذه اللوحه سي؟ الثمن التقديري لله هو 2200 درهم، بسبب انه هذا الفنان هذا ما خداش واحد الشهره كبيره في المغرب ولا في اوروبا ولا في امريكا، فبقى ان بو انكونو حتى ظهروا من بعد الفوفاس ديالو ولا وحاس ديالو في المعارض كتباع. نعم، 2200 درهم هو الثمن اللي قدر به هذه اللوحه. يمكن تستحق اكثر اكيد، وعندك علاقه بها يمكن وكذا، ولكن شنو بان لك؟ بصراحه نشوف المشتري حتى الثمن ما نبيعش به. واخا، مرحبا، انت باقي عندك الامل والحظ في قاعه البيع ان شاء الله. خذ الباس ديالك سي عزيز، ومرحبا بك معنا. تفضل. غريب هو ان بزاف الفنانين ما كينالوش الحظ الفنانين الاخرين اللي كي الشهره ديالهم ولا البصمه ديالهم كتطبع اكثر، فبالتالي الثمن ديالهم كيكون مع المده كيزيد. انا كنشوف باللي عنده بصمه زوينه، ولكن نعم. كيف ما قلتي ما مشي مشهور بزاف. نعم. باش يبيع. نعم، باش يبيع اللوحات ديالو غاليه. جيت لهذا البرنامج باش نعرض واحد الطابلو ديال واحد الفنان جانتي، بغيت نعرف القيمه ديالو، والخبير الثمن اللي عطاني الخبير ناقص شويه، وانا غنمشي عند المشتري وندافع عليه ان شاء الله. موفق سي عزيز، ونتمنوا تحصل على الثمن اللي بغيتي من عند المشترين اللي غتمر امامهم من بعد ما نتعرفوا على سي ابراهيم من مدينه سطات، واللي جاب كوموندينو متميز. اهلا وسهلا ابراهيم محتسن من مدينه سطات. اييه تفضل. لاباس عليك؟ شكرا. مرحبا بك انت. كيف مرحبا بك جنة. شكرا لاله ساميه. كلشي بخير الحمد لله. والعائله؟ اللهم لك كاينه شي اسره صغيره؟ الحمد لله كاينه. عندك شي وليدات؟ كاينه بنيه. الله يحفظها لك. امين امين. على المدام وبوسنا فاطمه الزهراء. بارك الله فيك. كتفرج في البرنامج؟ بطبيعة الحال. ياك. كنتفرج فيه ضروري، واستفدنا فيه شحال من حاجه، يعني بعض القطاع اللي يعني الاعمار ديالهم منين جاو المده يعني. كاين الناس اللي عندهم الولع بهذا الشيء. بطبيعة الحال. وانت شنو هو مجال الاشتغال ديالك؟ انا عندي النقل ترونسبور. ياك، ماشي هذا الشيء، ما كتجمعش القطاع النادره. فهاد القطعة ديال هادي اللي جبتي شناهي؟ هادي ديال خالتي اللي هي عبارة على كوموندينو. كوموندينو، مرحبا مرحبا بك اخي محسن. ايوا، وداري لها القفل ديالها. اييه. تفضل سي عبد الجبار، ما قولك؟ اول 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 حاجة اللي كتثير الانتباه هي اول لا طاي ديال يعني الحجم ديالها اللي هو حجم صغير وجميل. فهاد الاتات هو مصنوع بالفعل من خشب الروكو. وخصنا نعرفوا بانه خشب الروكو هو خشب صلب، والاشجار ديالو موجوده بكثره في افريقيا، في افريقيا الوسطى وفي افريقيا سنترال. كاين واحد العدد كبير ديال الناس اللي كيصنعوا الاتات بكثره، وصنعوا الشركات الكبرى اللي كتستورد الخشب من ديك الدوله، يعني من افريقيا الوسطى. فقلت الشيء الثاني هو انه البساطه ديال الزين ديالو، فهو فقط فيه زوج طيور هنايا في هذا الباب الخلفيه، وكاين في الجهه الجانبيه جوج طيور اللي هي عباره عن خيط، يعني مخدومه بخيط ديال النحاس انكروستي، يعني من مرصع في الخشب. والتقنيه التشبيه ديال التقنيه ديال الصويره ديال لا ماركيتري ديال الترصيع، اما بالخيط ديال النحاس او خيط الفضه. نعم، او بعد كذلك بالصدف والعظم وغير ذلك. وهنا واقيلا يمكن حاولوا يديروا لها الفيغني. ياك شنو بغيتي تقول؟ قديمه ما ضافتش عليها حتى حاجه. نعم. هي كانت محافظه عليها، لان الزوج ديالها كان مولوع بهذا الشيء، وكت يعني كتهز من بلاصه كتشمونط. نعم. يعني ممكن تفضل. يعني ممكن تنقل كتحيد هذا هكا. نعم. يعني ممكن تنقلها تجي بحال الصندوق هكا. اييه مزيان.
بارك الله عليك. زوينة، أنا عجبتني هاد الكوموند. زوينة أنيقة. يمكن اللي تقدر اللي غياخدها مثلا يحك هاد الفيرمي اللي شوية مشبك. نعم. يعطيها الرونق، تحك وترجع فيها الحياة. فهو بالنسبة للفيرمي على اللسامية يعني خاصو يكون اللي غيفيرني كيكون سبيسيال حتى السيد اللي كان صوب هذا. هو كان اختصاصي في هاد العود. شنا هو قولك؟ وما هي قيمة هذا الأتد؟ أنا عجبني المبلغ اللي جاو لي ونادر قليل، فنوضعوا له 1700 درهم. 1700 درهم هو الثمن اللي قدر به هذا الكومودينو. يا نشوفوا هي قليلة شوية ولكن نشوفوا المشتري إن شاء الله. هو ثمن تقديري دابا المشترين اللي عجبتهم يقدروا يترفعوا عليها ان شاء الله تاخذ الثمن اللي بغيتي ان شاء الله. لاله مرحبا بك، مشي لقاعة البيع خذ داك الباس وسلمنا على خالتك. مبلغ لاله سامية، شكرا. تفضل. عجيبة. نعم. بالنسبة للتحفة اللي جبت أنا اللي هي عبارة على كوموندينو اللي مصوبة من العود ديال الروكو، الثمن ديال الخبير ما عجبنيش بصراحه، بحكم ان هذاك العود غالي ومصوب باليد، يعني ومصوب بالعشق كما كنقولوا حنا. فان شاء الله غادي ندخل ونشوف المشترين شحال غادي يعطيو فيه ان شاء الله. وكم خير المشترين في انتظار كاس ابراهيم وفي انتظار القطعه ديالك اللي غتعرضها عليهم من بعد ما يمر سي عزيز باللوحه الفنيه ديالو امامهم واللي قدر الخبير ثمنها ب 2200 درهم. السلام عليكم. وعليكم السلام. الحمد لله، الله يحفظك. ميدك الشريف. عزيز نيا، جيت من مدينة محمدية، جبت معايا طابلو ديال الفنان جانتيت معروف وجبته نعرف القيمة ديالو والثمن ديالو. وبشحال هو عندك ولا ليستوار ديالو؟ تقريبا دابا عندي فوق 10 سنين. كيفاش جاك؟ هذا ديال واحد الصديق ديالي كاين في الديار الإيطالية، كيجيب داك الماتريال يعني ديال الأتات. كيجيب الثلاجات هذوك، وكان خدام من واحد الوطيل وكيحط حدايا عندي مغازا، انا ما حكم عندي محل تجاري. درتي عليه شي ابحاث؟ عرفتي شكون هو؟ عرفت عليه شويه وعرفت على القيمه ديالو، صافي هادشي اللي. والجانتات كان عرفته عاش في المغرب في 1930 حتى 1960، ومن بعد يعني كاين في فرنسا. يعني هذا ان بانتخ فرونسي كان عايش في المغرب. كان عايش في المغرب في 1930 حتى 1960. ولكن ماشي طوال، هذه مخدومه على العود. على العود. هو جينيرالمون هذا لو بانتر تيخدم على العود، ما تيخدمش على. عرفتي هو من الاصل ديالو؟ كان فرونسي ولكن هو افريقي. لا ماشي افريقي. لو تابلو اف افريكان. لو نورد افريك. رسام. فرونسي. رسام اللي اسمه كان افريقي، المعلومات اللي عطاونا. كان فرنسي. كان عايش في المغرب. عايش في المغرب وتيرسم. بيزاجيست كيرسم داكشي ديال المغرب ديال لو نور دافريك اون جينيرال. واش فهمتي؟ ماشي هو افريقي، ماشي افريقي، غير هو العود جديد. يكون 1950 تخي بروبر. اجي تشوف. جي في جي في تخي تخي بروبر. كان بيني سوغ لي كارتون سوغ لي بوا سوغ لي بوا سوغ. اون ا لابسبريسيون كسي ان لاك اون نورماند. دونك سي ان. يا اوكين زعما prétention pour faire une copie de la deux pattes parce qu'il ne vaut pas grand chose. Mais il va dire copie, il fait l'âge de la valeur. Il va dire que peint les valeurs. Voilà. Mais si copie ou allez, mais si. Elle a coulé. Elle a coulé le tableau. Il voudrait certifier. Quand on fait d'un ou d'un. Il a un certificat. Ou une classe ou un tanja. Quand on fait un kibé ou un bazarat dans le sommet. ديك الوقت المغاربة ما كيشاروش الطابلوات. كان في كازا هو؟ كان في كازا وعاش في لو نور دو ماروك وعاش في لو سود، وهو ما كانش يعني عنده شي قيمة في حياته. الطابلوات كيتباعوا في البازارات. إن ديك الوقت المغاربة ما كانش كيدخلوا الطابلوات للضيوف. الخمسينات والستينات. على كل حال هو الرسم ديالو مجهد. وتفت عنده تكنيك مجهدة، وهذا الطابلو راه فيه الضوء، فيه لي لوميير، فيه والماء، فيه الضوء والماء، فيه الطبيعة، فيه بيرسوناج، يعني طابلو مخدوم. هذاك هو اللي اثرني انا باش خديته فاش شفته عند هذاك، ولقيت مدقوق ومخدوم، فهمتي؟
على كل حال غنبداو. عنده طبلوات اخرين اللي خدم فيهم على البلاد على المغرب اللي بلوريش في الديكور اللي تخي بلسان مع مراكش بحال دابا الدور ديال مراكش لي بالميي بزاف ديال لي بالميي اورينتاليست اللي فنان تفنن فيهم مزيان هذا با سافوار فين واش هنا واش تحت في افريقيا تحت منا واش با سافوار نبداو لي زونشير دونك نبداو لي زونشير 700 1000 درهم هذا انكادرومون كان ديال لي زاني 50 و ان بليس سي ان طابلو اللي ديروه في الجرده في شي فيراندا ما يمكنش ديروه في الصالون ولا في شي بيت علاش لا؟ لا دون زان صالون علاش ما ديرش؟ لا لا الصالون تيطلع للغابه ديرو صافي تطفي لو غابه ديال الغابه لانتيريور بلا عندك شي حيت الاغلبيه المغاربه كيديروا الصالون غير الضياف ما كيديروش راسهم هذا هو المشكل دونك هذا يدار في فيراندا ولا هذا شوميني سيجور هذا شوميني 1200 1500 درهم عندي 600 700 انا عجبني لو تيم عجبني عجبوني عجبوني اللي تخي بيان اكزيكيوتي تخي تخي بو تالمون بيان كو اون سي اسكو سي با امبريمي سي با امبريمي 1800 درهم تخي رياليست 2000 عند 2000 درهم عندي 2000 درهم نعاود نشوف انا جاني بعدا اوثنتيك فهمتي شكون اللي غادي كوبي بحال هذا واش قلنا زعما غادي يكون ملي كيكون ان طابلو ساوي واحد السومه معروف غادي كوبي ما غادي 300 400 ديال الاورو شات كوبي فيه الناس اللي تيكوبي كيدير كيكوبي طابلو ديال 50 مليون 20 مليون 30 مليون جوج غزالات فيه 2100 ثلاثه الغزالات فيه جوج والثالثه 2100 الله عطيتي الغزاله 700 درهم من الغزاله 2100 2300 2400 لا مشروع مشروع هي ترى بانتور فيها لو غولياف لا مشروع هي هي دي غولياف الطابلو الكبوريه ديالو كيدير بحال شي شرجم محلول على ديك الغابه ديك لا غروندور ديال الشرجم كنتي معلقو عندك في الدار ولا لا؟ كنت معلقو هو راه زوين هو صراحة زوين فاش كتوقف قدامه يعني كي هذيك سميتها كتبان لك بحال انت واقف قدام كاين في هذيك الغابة يعني كيبان لك جولي كي لو طابلو لو بوا دو كادري بلو فيو كو عنده واحد ديكور خاص يعني فاش كتشوف فيه اون فاس معاك يكون هذا كي عنده ديكور زوين ولكن هذا اللون اللي داروا هذا الكادر الكادر يقدر يتبدل هذا الكادر خصو يكون ذهب ولا يتبدل كيتبدل حتى كيتبدل هذا دوغي بلا فيدو غادي يولي يطلع لواحد القيمة أخرى الكادغ ديالو عيان ما كيساعدوش ولا حيدتو الكادغ غادي يبان أحسن على كل حال فين وصلنا 2400 عندي أنا غنعطيك آخر السومة 2500 درهم لا بغيت الثمن ما عندي وهذاك هو القيمة ديالو فهمتي باش كيتشرى باش كيتباع كيتباع 3000 درهم الا لقيتي اللي غادي يعشقو وانت تعرف عطيتك النظريه ديالي وانت تعرف انا الصراحه لا ما عنديش شي ديجا واحد صديق مهم كليان كان شافو عندي وصل معايا حتى 6000 درهم فيه وما بغاش نبيعو ليه شوف غير الضوء بيعو ليه نعطيك 6000 درهم عجبو عشقو ما كيقلبش على القيمة ديال الفنان لا هذيك الساعة أنا ما كنتش باغي نبيعو هذيك الساعة يعني شي عامين دابا فاش شفت البرنامج هي فاش قلت غادي نشوف سولت فاش بحثت لقيت الثمن ديالو يعني كاين راه كاينين طابلوات خو غير مختلفين في شكل آخر يعني واصلين واحد الثمن شوية ماشي الشكل اللي مختلفين فيه دابا مختلفين هذا على العود والطابلوات الأخرين على الأطوال وفرق بين العود والأطوال شاسع هذي تكون على الأطوال على هذا غتلقاه في الإنترنت 300 أورو الاطوال العود قل القيمه من الاطوال على كل حال الا عطاوك 6000 درهم باغي تخليه عندك حتى تشوف ما كاين حتى مشكل هاك الشيء اللي كاين انا ما غنفوتوش 2500 كاين اللي بغى يفوتها اش ما غاتشاف ما صافي ما طلعش ما كاين باس
مرحبا يا شكرا لك. شكرا لك. عجبك السي سالم الطابلو؟ لو طابلو اللي تخي بيان اكزيكيتي. ايماجين توا دير لي ان اوت كادر. ان اوت كادر فوالا. امتي لو كادر اللي نوتخ اللي غري سا لا غير افواغ. Avec le style du temps. Il y a un grand espace pour les gens. حنتي انا كنت عارف الثمن ديال الطابلو ديالي يسوى واحد 20000 درهم. والان وصلنا لاخر قطعه غتمر معنا اليوم في قاعه البيع، واللي هي كوموندينو ديال السي ابراهيم، واللي قضى الخبير ثمنه ب 1700 درهم. السلام عليكم. السلام عليكم. اهلا وسهلا. شكرا استاذ. شنو الاسم ومن مدينه جيتي؟ ابراهيم محتسين من مدينه سطات. مرحبا السي ابراهيم. شكرا. عاود لنا القصه ديال الكوموندينو ياك؟ اييه. القصه ديالو هذه اللي هي عباره على كومودينو. الخالتي ملي كانت شرات الفيلا ديالها كان المالك ديال ديك الفيلا وكان عشاق لهاد النوع، حتى الصالون ديالو كلشي كان فرشو ب ب ب بالعود ديال روكو، وهذه راه مخدومه 100%. كان هداها ليها ملي خداتها عنده، هدا ليها هاد الكومودينو. هذه مصوبه بالروكو، العود ديالها روكو ومصوبه باليد. تبان فيها الخدمه ديال اليد الاخر، بعدا الرجلين مخروطين الخدمه ديالهم باينه. واللي لاحظت من لهنايا الجناب مصوبين بالخدمه ديال الدماسكيني، كتكون مرصعه هنايا الخيط ديال النحاس. النحاس صحيح، هذا النحاس تيدقوه حتى كيدخل وسط الخشب، ودير به هنايا ان موتيف طوير هنايا، طوير هنا افيك دي موتيف فلورو. عطيني معاود الغابيل ديالو من لهنايا اللي عطاه واحد لو شارم زويون. وكتهز من الفوق. كتحيد شنو مي كانوا مدخلينها كتهز بحال هكا وكيبقاو غير الرجلين. اييه. الماكا. الماكا. كتحط يعني ممكن تنقلها. لا لا زوينه. وعاد ملي كتحل من الداخل. كختام. هاد الخدمة الخدمة على عرض الصويره. والريحه باقا فيها الريحه ديال لوبوا ديالها، هي كانت محافظه عليه. واش انت اللي عاوتاني دوزتي لها الفيرني ولا كانت؟ لا كيما تخدات يعني، هي خدات تقريبا هذه دابا باش هداها لها تقريبا 30 سنه. حيت هي فيرني هي 30 سنه ما تعاودات ما حتى حاجه، بقات عاوده. حيت هاد الشقوق هادو ديال الفيرني ملي كيدار وكيتعاود يدار مره اخرى فوق من الفيرني الاولاني كيبدا يتشقق بحال هكا. ويبس ويبس. الداخل بقى مزيان، هو نورمالمون تيكون فيه السيروت القفل بالمقلوب من هنايا القديم ديالو. هذا انت زدتيلو نتايا ولا؟ ما نكذبش عليك. ياك لا انت لقيتيه بحال هكا. لقيتو بحال ما هكا عطاتو لي، ولكن زويون كومودينو ياك. اييه. نبداو لي زونشير سي سالم؟ نبداو ب 500 عندي. 600 800 درهم. 1000 درهم. 1100. 1200 عندي. 1300. 1400 عندي. 1500 عندي. 1500 عندي. الخدمة في ديال لاماركيت ديال الترصيع بالنحاس. الخدمة اللي كتخدم بالخدمة ديال المكناس ماشي ديال الصويرة. المكناس هما اللي كيديروا لانكروستاسيون وفيل دارجون، الخدمة ديال الدماسكيني اللي كتخدم في مكناس وجاية من دمشق الأصل ديالها. باقا كتخدم غير في مكناس وفي طوليد في الإسباني. ولكن مكناس كيخدموا على الحديد ماشي على اللون. لا لا تكنيك ترسي بالخيط ديال الفضة. الصويرة كيخدموها حتى في الصويرة. داماسكوس، ولكن هما الخوت كانوا جاو من داماس، مشى واحد للمكناس، مشى واحد لطوليد لي فخير كيفي. دونك بقى ديك لو ميتي ديال لانكروستاسيون كاين ما لو بوا لا تكنيك ديال الخدمه سا انسبير للصويره بالعرعار. سي ان جولي موبل، سي جولي سي جولي. هو حليل لون هو با تخو لا ماركيتري مالوغوزمون. هو تعاود في الفيرني. ايه على حسب لي كليغات اللي كاين هنايا، ما حطيتي في شي بلايصه باينه مضويره غادي تبان فيها لا ماركيتري. لا تعاود في الفيرني.
ولا تحط لك شي حاجه سخونه. 1500 درهم. عندي 1500. شنو قلتي اشري؟ زاد شويه. شنو قال لك الخبير؟ الخبير قال لي 1700. لا شنو قال لك عليه؟ هو عجبوك يعرف؟ عجبو قال لي العود ديال الروكو حقيقي يعني ومخدوم بليد، نفس الكلام اللي قلت ليه في الاول. وما جديدش؟ راه ما جديدش. لا قديم. ما قديم. ما بينو وبين. بس الساروت اللي جديد. الساروت ولا صغير. الساروت تبدل. من غير الساروت ما جديدش. لا لا كادنا ماشي غير الساروت. الخراط ديالك جلين بين من الخراط ديالك جلين جداد. ما ما ما. الكوازي ديالهم كان الخراط بحال هكاك. كان شحال هذا؟ 1600 عندي 1700 زاد شوية حيت عجبني لا فورم ديالو صغيور و هذا بولا شامب دي بيبي يصلح ان شاء الله. كيش غادي دير فيه؟ لي كوش كوش دير فيه لي جوي من بعد دير فيه لي جوي هو لي جوي دابا ديال التراث لي جوي لي جوي كبار لي جوي لا كاين لي لي جوي كبار بالضاعات بالضاعات وي 1800 لي برودوي ديالو لي كوش لي اللي زوين بيو الريحه فيه ما صراحه على كل حال في ثمن اخرى ها صراحه كنت باغي في ثمن اخرى ايوه صراحه المينيموم كنا دايرين واحد 3000 درهم حيت هو مصوب بالعشق و ماشي بغينا يعني غير نخرجوا هكا غير كان واحد الظرف اللي شويه واحد الضائقه واحد شويه ماليه وهذا حكم التغيير ديال البيت داكشي علاش بغينا نبيعو 2000 درهم مي قال لك ضائقه ماليه ما غاديش 2000 درهم يلاه بارك ليا جيو فقمنا دوك الجمريشات يو ما معاني فيك مريشات دارو كانوا ديال النحاس يجيو احسن لحقاش الخدمه ديال النحاس والله يجيب شي مريشات ديال النحاس دير شي حاجه ديال النحاس من الفوق مبخره غادي يجيو مع الساروت مبخره 2000 درهم بارك ليا مثال 2500 دابا 2000 درهم حيت شتي عجبني ما بغيتيش تبيعو ليا مازال شويه تستاهل هذاك لكن... معاود في الفيرني ولا محطوط عليه شي حاجه سخونه على يقين لان شتي الفيرني ديالو كاع مشقق من فوق حيت هو كان الفيرموار جديد ساروت حيت هو كان محطوط في واحد البلاصه يعني في الدار الفوق حتى واحد ما كان كيطلع لها على اي يعني ما كاين لا ما لا حتى شي حاجه غادي تقدر تخسر لي العود ديالك 2000 درهم انا نعطيك 2100 عندي 2200 زاد شويه 2300 2400 2500 انا اخر ثمن صافي الله يرجع البركه احسن من صافي جي سلم عليا وقول لي مبروك عليك اخر ثمن اخر ثمن اولا شكرا على المشاركه مرحبا سيدي الله يرحمك شكرا بالصحه والراحه شكرا 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 بزاف كانت المزايدات في قاعه البيع والثمن وقف في 2500 درهم يعني اخر ثمن بين المشترين وهذاك الثمن انا راضي به 2500 درهم حلقة اليوم من برنامج آخر ثمان انتهت ما سخيناش بكم تلاقوا الأسبوع القادم إن شاء الله الله يخليكم على خير باي باي